جرى صباح اليوم اتصال هاتفي بين اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي ومعالي اللواء حاجي محمد قائد القوات المسلحة بسلطنة بروناي دار السلام الصديقة، حيث نقل سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه إلى جلالة السلطان حسن بلقيقة سلطان سلطنة بروناي دار السلام وإلى القيادة في سلطنة بروناي الصديقة، وتم بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق العسكري المشترك في المجال التدريبي وتبادل الخبرات المشتركة بين قوى الدفاع البحرين والقوات المسلحة بسلطنة بروناي. كما وأثنى سموه على العلاقات الصداقة الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين في العديد من المجالات.